ما الحكم في إعطاء العامل نسبة من الأرباح كالثلث مثلا؟ ما يصلح هذا، العامل له راتبه، العامل له راتبه، ولا يجوز أنه يصير شريك. الحكومة تمنع من هذا، تمنع أن العامل المستقدم يصير شريك في البيع والشراء. لكن إذا أردت أن تشجعه بأن تعطيه شيئا زيادة على راتبه فهذا لا بأس به، أما أنك تجعله شريك معك في المحل فهذا ممنوع. نعم.